السلام عليكم مشاهدينا أينما كنتم، نلتقيكم بحلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي حماة العراق، ابقوا معنا. أجرى سيد وزير الدفاع جولة تفقدية ميدانية في أنحاء العاصمة بغداد وفي جانبي الكرخ والرصافة، رافقه فيها نائب قائد العمليات المشتركة وقائد عمليات بغداد للاطلاع على الإجراءات المتبعة من قبل التشكيلات العسكرية لتنفيذ حظر التجوال الوقائي. تفاصيل مع الزميل نصير البحار. للاطلاع على طبيعة الخطط الأمنية الخاصة بتطبيق قرارات خلية الأزمة الصحية ومكافحة جائحة كورونا، زار السيد وزير الدفاع يرافقه معاون رئيس أركان الجيش للعمليات مقر قيادة عمليات بغداد وعقد لقاء أمني ضم قائد العمليات وهيئة ركن القيادة. وخلال جولة تفقدية ميدانية رافقه فيها معاون رئيس أركان الجيش للعمليات وقائد عمليات بغداد وعدد من ضباط الوزارة، تفقد السيد وزير الدفاع الإجراءات المتخذة لتطبيق حظر التجوال الوقائي في جانبي العاصمة بغداد، مؤكدا سيادته خلال لقائه ضباط ومنتسبي السيطرات على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الصحية والوقائية وعدم التهاون في تنفيذها وتطبيق الأوامر الخاصة بحظر التجوال حرصا على سلامة المواطنين والصحة العامة. احنا لازم نطبق الحظر حذافير، ما بها اي مجال للمرونة، أي مجال ما طبق الأوامر باشر راح تبدي الفترة مع الحظر، ما بيها مجال للاستثناء نهائيا حسب القانون. هاي وحدة. النقطة الثانية التعامل مع المواطن، تعاملكم يكون تعامل، يعني أنتم تدرون أكو قبل كان أكو شعار يقول الشرطة في خدمة الشعب، هسه انضافت الجيش أيضا في خدمة الشعب إن شاء الله، فتعامل يكون تعامل أخوي واحترام متبادل وتساعدون الناس، واي شغله تضر المواطن ارجو ان تتجنبوها. صحيح سيدي. زين وبارك الله بكم. سيدي كل ضباطنا سيدي مواطن سيدي، يعني 24 ساعه موجودين على هذا الشيء، ان شاء الله سيدي. انتم ابطال سيدي. هذا من 1/10 ولحد هذا اليوم تدرون بدات شغله التظاهرات وكل انتم شلتوا العبء الاكبر. وهسه موضوع الكورونا، جائحه كورونا، وايضا تحملتوا القسم الاكبر. بالنسبة للتعامل حسب أوامركم سيدي، والأوامر تجينا من القيادة ومن قيادة الفرقة، يعني نأكد دائما على التعامل الحسن مع المواطن. يصير عندنا حالات مرات يجي المواطن هو متنرفز من الازدحام، نحتويه قدر الإمكان. احتووه. نعم سيدي، احتووه المواطن، احتووه المواطن، تدري يعاني من صعوبات وتدري ها صار فترة وتنقل وكذا. نعم سيدي. وحضر تجوال، فهي كل هذه ضغوط نفسية تصير عليه، فأنت لازم تحتووه ان شاء الله. انتوا واجبكم، انتوا في خدمة الشعب. نعم سيدي. يعني صحيح. اضافة للشرطة انتوا ايضا في خدمة الشعب، وهذا شعبنا لازم نخدم شعبنا. وبارك الله بكم، يعني واريد موضوع تطبيق الحظر ما بمجال الاستثناء ابد حسب الضوابط. ان شاء الله سيدي، جنابك تعرف واضح. أيوة. ان شاء الله سيدي. وبارك الله بكم. بارك الله بكم. بارك الله بكم. وتستمر الزيارات والجولات التفقدية لكبار القادة والمسؤولين في وزارة الدفاع، يتقدمهم السيد الوزير لمتابعة الخطوات والمبادرات التي من شأنها أن تقلل من خطورة فيروس كورونا، فضلا عن متابعة الخطط الأمنية الخاصة بفرض الأمن وملاحقة الإرهاب. لبرنامج حماة العراق نصير البحار. تفقد سيد وزير الدفاع مديرية الحركات العسكرية واطلع على سير عملها، حيث عقد لقاء موسعا مع مديرها وضباط الركن، استمع إلى إيجاز مفصل قدمه مدير الحركات العسكرية. وأكد سيادته خلال اللقاء على دور مديرية الحركات في حركة الأرتال العسكرية وتنقلاتها بين قواطع العمليات وفقا للضرورة الأمنية والخطط التي تعد لهذا الغرض، مشددا على أن تكون وفق الضوابط والسياقات العسكرية الصحيحة. انطلقت وبإشراف القائد العام للقوات المسلحة عملية أبطال العراق المرحلة الثانية لملاحقة ما تبقى من فلول داعش الإرهابي ولتحقيق الأمن والاستقرار.
بجهد استخباري وإسناد جوي باشرت قطاعات الفرقة المدرعة التاسعة بتنفيذ المرحلة الثانية من عملية أبطال العراق وضمن محورها الخاص بتطهير وتفتيش مناطق جنوب غربي كركوك والقرى المحيطة بها. ابقوا معنا. فجر هذا اليوم شرعت قطاعات الجيش العراقي الباسل متمثلة بقيادة عمليات صلاح الدين والفرقة المدرعة التاسعة ولواء العمليات الخاصة بعملية تفتيش واسعة على المناطق الممتدة من جبل حمرين وباتجاه منطقة داقوق ولغاية منطقة الزرقاء شرقا. حقيقة العملية كانت يعني جزء من خطة كبرى لتفتيش المنطقة بالتعاون مع قطاعات الشرطة الاتحادية وقوات الحشد الشعبي ورد السريع. تمكنت قطعتنا لهذا اليوم من إنجاز الصفحة الأولى. تم تدمير عدد من مضافات العناصر الإرهابية والاستيلاء على أسلحة ومواد وتفكيك عدد من العبوات. العملية مسندة بإسناد جوي للقوة الجوية العراقية وطيران جيش. معنويات القطعات عالية جدا. هناك تعاون تنسيق عالي ما بين مختلف المحاور. الهدف من العملية تدمير بقايا العناصر الإرهابية الموجودة بالمنطقة وإرسال رسالة واضحة بعدم وجود أي شبر من أرض العراق الطيبة ممكن أن تصلح مأوى العناصر الإرهابية. سيتم ملاحقتهم وتدميرهم في مختلف الساحات بإذن الله بتكاتف من قبل جميع القوات. اليوم على بركة الله وبأمر القائد العام للقوات المسلحة انطلقت عملية كبرى لتطهير مناطق جنوب وغرب كركوك. هاي العملية اشتركت بها قطاعات كثيرة منها الفرقة المدرعة التاسعة والحشد الشعبي وقوات الشرطة الاتحادية وأيضا فرقة الرد السريع بخمس محاور لتطهير هذه المنطقة التي يتواجد بها قسم من عناصر داعش. اليوم الفرقة التاسعة لديها محورين ضمن هذه المنطقة، المنطقة المحصورة بين وادي زغيتون ووادي الخاصة. اليوم أكملت الصفحة الأولى بتفتيش هذه المنطقة والحمد لله كانت هناك أهداف تم تدميرها ضمن هذا المحور. باشرت الفرقة المدرعة التاسعة بعملية أبطال العراق الثانية والمتمثلة باللواء المدرع 34 ولواء القوات الخاصة وبإسناد مدفعي وإسناد جهد استخباري كامل من قبل قيادة القوات البرية والعمليات المشتركة وبإسناد جوي وإسناد طيران جيش لتنفيذ العملية وإكمالها وطرد العصابات داعش الإجرامية الموجودة في المنطقة.
قامت كتيبة هندسة ميدان فرقة مدرعة التاسعة بتطهير الوادي زغيتون من عبوات ناسفة وتطهير مناطق النائية ووصول إليها وتدمير الأنفاق. مخلفات دواعش موجودة بالوادي طهرناها والحمد لله أشكر حاليا وضع مسيطر عليها إن شاء الله. أمن المواطن واستقرار البلاد هو الهدف الرئيسي لتلك العمليات التي تجري بتنسيق وجهود كبيرة لإنهاء تواجد العصابات الإرهابية من جنوب غرب كركوك مع أبطال فرقة المدرعة التاسعة لإعلام وزارة الدفاع فائق العطواني. سادتي المشاهدين وإلى موجز الأخبار الأمنية، حيث ألقت قوة في الفوج الرابع في اللواء المشاة 20 أحد تشكيلات الفرقة الخامسة القبض على 2 من المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب في قرية قرتبة في ناحية جلولة. وفي سيطرة التقسيم ضمن قاطع عمليات الأنبار ألقت قوة من فرقة المشاة 10 القبض على أحد المطلوبين للقضاء بجرائم جنائية، فيما تم إلقاء القبض في ناحية السقلاوية على متهم مطلوب بجرائم إرهابية. تمكنت قوة من فرقة المشاة الأولى وبناء على معلومات استخبارية دقيقة من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين الهاربين من مناطق حزام بغداد الجنوبي منتحلا صفة راعي أغنام وتسليمه إلى الجهات المختصة. ومن خلال كم نصبه أبطال الفوج الرابع في لواء المشاة 19 جنوبي ناحية بهرز بمحافظة ديالى تم قتل 2 من الإرهابيين وتدمير 3 مضافات تابعة لهم. وفي محافظة بابل تمكن مفارز الاستخبارات والأمن من إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية في مركز مدينة الحلة مطلوب للقضاء وفق المادة 4 إرهاب. وألقت مفارز الاستخبارات العسكرية في لواء المشاة 51 ضمن قاطع فرقة المشاة 14 القبض على أحد الإرهابيين قام بحرق محاصيل زراعية في ناحية الزاب بمحافظة كركوك. وأخيرا تمكنت قوة عسكرية في الفوج الرابع اللواء المشاة 55 أحد تشكيلات فرقة المشاة 17 من قتل 4 إرهابيين جنوب غرب العاصمة بغداد بينهم المدعو أبو صهيب معاون ما يسمى بوالي الفلوج العسكري وضبط 3 أحزمة ناسفة. أجرى قائد فرقة المشاة 7 جولة ميدانية للاطلاع على جاهزية القطاعات المرابطة على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا والمتمثلة بلواء المشاة 28. تفاصيل أكثر في سياق التقرير الآتي. بهدف الاطلاع على جاهزية القطاعات العسكرية المرابطة على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، أجرى قائد فرقة المشاة 7 جولة ميدانية في تلك المناطق، والتقى خلالها بالقيادات الأمنية للوقوف على الاستعداد القتالي في تأمين المناطق الحدودية والتصدي لحالات التسلل التي تنوي القيام بها الجماعات الإرهابية من خلال نصب الكمائن وتسيير الدوريات. تم زيارة قاطع لواء المشاة 28 ضمن قاطع المسؤولية على الشرط الحدودي العراق السوري. الحقيقة الغائم هذا الزيارة هو الاطلاع والوقوف على مستوى الاستعداد القتالي للواء ومعالجة النقاط السلبية ضمن إمكانية مقر الفرقة حتى يتمكن اللواء من تنفيذ المهمة الملقاة على عاتقه ضمن الشريط الحدودي ضمن قاطع المسؤولية. التأكيد على الاهتمام بالجانب الإداري للمقاتلين كان المحور الآخر لهذه الزيارة، فضلا عن تذليل العراقيل وتوفير كافة الاحتياجات التي تسهم في رفع الروح المعنوية لدى هؤلاء الأبطال في تنفيذ واجباتهم بكل دقة. السيد القائد أكد على عدة جوانب. أول جانب هو الجانب التعبوي والتركيز على قيام آمري الوحدات وضباط استخبارات والمعاونين بالقيام بواجباتهم بصورة صحيحة
بالقيام بالدوريات والكمائن. بالنسبه للفوج الثاني، الفوج الثاني يمسك قاطع 17 كيلو، وواجباته هو حمايه الحدود العراقيه السوريه بالاضافه الى الواجبات الاستباقيه في العمق الصحراوي لمطارده الدواعش. الزيارات المستمرة للقادة الميدانيين لمختلف القواطع العسكرية والوقوف على احتياجات المقاتلين تعطي دافعا معنويا في تأمين تلك المناطق الحدودية من أجل الحفاظ على ما تحقق من إنجازات كبيرة. مشاهدينا الكرام، ضيفي برنامج حماة العراق لهذا الأسبوع اللواء مدير الصنف الكيميائي في وزارة الدفاع. سيادة اللواء، ما هو طبيعة عمل مديرية الصنف الكيميائي؟ تؤمن مديرية الصنف الكيميائي والوحدات المرتبطة بها الوقاية من تأثيرات أسلحة الدمار الشامل لكافة قواطع العمليات وتأمين تجهيزات الوقاية لكافة المقاتلين. هذا هو الواجب الرئيسي لمديرية الصنف الكيميائي. سيادة اللواء، هل قمتم بتعفير الوحدات والثكنات العسكرية؟ وما مدى تعاون المقاتلين في تطبيق الوقاية؟ بالحقيقة لمديرية الصنف الكيميائي ووحداتها واجبات كثيرة في التعفير من خلال المعسكرات اللي قمنا بتعفيرها لكافة الوحدات العسكرية والثكنات العسكرية. نبتدي من معسكر التاجي بجميع وحداته، وأيضا معسكر بسماية بجميع وحداته، ومعسكر الحبانية بجميع وحداته، ومعسكر كركوش بجميع وحداته، وأيضا معسكر النعمانية بجميع وحداته، ومعسكرات الكوت وكافة مراكز التدريب اللي موجودة في الكوت والبصرة وبغداد، وأيضا جامعة الدفاع بكافة جامعاتها وكلياتها. والعمل مستمر لحد الآن في تعفير كافة الثكنات العسكرية، هذا فيما يخص وحداتنا. وأيضا لدينا وحدات يعني عمق اللي موجودة من خلال المرشدين الكيميائيين والمستشارين الكيميائيين في قياداتهم، أيضا أدى واجباتهم من خلال تعفير قطعاتهم اللي موجودة في كافة الميادين. قمنا بتعفير مناطق مدنية في داخل محافظة بغداد في منطقة الشعب، طلعنا واجب مشترك مع مديرية الأمور الطبية، واستعانينا بإسناد مديرية تموين النقل من خلال التناكر الموجودة أيضا اللي عندهم، وعفرنا منطقة الشعب ومنطقة الزعفرانية ومنطقة الطوبشي ومنطقة الكسرة. ما مدى تعاون المقاتلين في تطبيق طرق الوقاية والمواطنين أيضا عندما قمتم بتعفير المناطق المدنية؟ المواطنين بالحقيقة يعني قسم منهم مستجيب يعني ومؤدي دوره من خلال لبسه تجهيزات الوقاية اللي موجودة كالكمامة والكفوف الواقية، والقسم الآخر انه غير حقيقة يعني للأسف يعني غير ملتزم بهذه، فالتفاوت حقيقة موجود بالشارع بين الالتزام وعدم الالتزام. سيادة اللواء، ما مدى اهتمام مديريتكم بالجوانب التدريبية والتطويرية لمقاتلي صنفكم الحيوي ولباقي المقاتلين؟ بالحقيقة الصنف الكيميائي لديه مدرسة صنف كيميائي هي معنية بتدريب كل ضباطنا ومراتبنا اللي في داخل الصنف الكيميائي، وأيضا ضباطنا ومراتبنا مشتركين بورش عمل خارجية خارج العراق من خلال المنظمات اللي موجودة فيما يخص الصنف الكيميائي. لدينا ورش يعني ورش خارجية كثيرة جدا لكل ضباطنا، أغلب ضباطنا ومراتبنا هم مدربين على خبرات أجنبية خارج العراق لمواكبة التطور الحاصل بالجيوش الأخرى. كلمة أخيرة من خلال برنامج حماة العراق. أشيد بدور الوحدات حقيقة، الوحدات غير الكيميائية اللي من خلالها بدت تعاون إيجابي وجيد من خلال يعني مبتكرات جيدة موجودة في مداخل كل وحدات اللي موجودة داخل الوزارة من خلال عمل مبتكر لتعفير الأشخاص وتعفير العجلات. بالحقيقة هذا شيء جيد ويدعو يعني للارتياح من خلال انه بدأوا الاهتمام بالجانب خلينا نقول التعفير بجانب التطهير بجانب التوعية، يعني حقيقة جيدة جدا هذه المبادرة من جميع الوحدات. من خلال برنامجكم الكريم انه ندعو مواطنين انه يلتزمون بقرارات خلية الأزمة بالحقيقة،
والالتزام بحظر التجوال لكونه مردود إيجابي جيد، ندعو من خلالكم أنه يلتزمون به ولهم يعني عليهم أنه يلتزمون والباقي علينا إن شاء الله. شكرا لك يا سيادة اللواء. أنا أشكركم جدا، ربي يحفظكم. تبذل كتيبة هندسة ميدان فرقة المشاة الأولى جهودا استثنائية كبيرة في تأهيل العجلات المختلفة وعادتها إلى الخدمة من أجل تعزيز القدرات العسكرية لتشكيلات الجيش العراقي. تفاصيل أكثر مع الزميل علي سامي. تواصل كتيبة هندسة ميدان فرقة المشاة الأولى حملاتها التأهيلية للعجلات التي كان لها الدور البارز في دحر الإصابات الإجرامية وضمن قاطع مسؤوليتها في قضاء الرطبة، وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة الحملات التي ستجريها الفرقة. قيادة الفرقة الأولى تقوم بواجبات حسب ما تعرفون بسعة القاطع وصعوبة الصحراء، فبواجبات صعبة جدا، ومن الواجبات اللي تقوم بها إدامة زخم العجلات، لذلك قمنا بحملة كبيرة في كتيبة هندسة الميدان لتصليح كافة العجلات والأسلحة والمعدات، وذلك من سمكرة وصبوغ وتصليح وإدامة تلك العجلات لتكون جاهزة لكل واجب ضمن الإمكانيات الذاتية للفرقة. تم المباشرة على بركة الله بحملة تصليح آليات كتيبة هندسة ميدان الفرقة، حيث شملت تصليح صبغ العجلات وتبديل قطع الغيار للمحركات، بالإضافة إلى سمكرة جميع الآليات الموجودة. الحملة تتضمنت تأهيل الهامرات والعجلات والأنترناش، حيث جاءت رفع جاهزية العجلات لتكون سنداً للقطاعات العسكرية. ويذكر أن الحملة شملت الحدادة والسمكرة والطلاء وغيرها من الأمور الفنية وبجهود ذاتية. تم تأهيل وتقريباً 15 آلية صبغ وسمكرة العجلات، بالإضافة إلى تصليح كهربائيات جميع العجلات. أغلب العجلات اللي تم تصليحها وتأهيلها هي مجموعة من الهامرات والأنترناش الحمل و عجلات المرسيدس. حملة مستمرة لمدة شهر بجهود ذاتية من قبل كتيبتنا فصيل التصليح كتيبة ومعمل الميدان الأول قيادتنا. لبرنامج حماية العراق علي سامي. مشاهدينا الكرام، نصل إلى فقرة بريد البرنامج الذي نستقبل فيه شكاوى من خلال الموقع الإلكتروني الظاهر أمامكم أسفل الشاشة. الطالب حيدر نصر عبد الحسين عبود أبو حمزة: أخي العزيز، أجابت المديرية العامة للأفراد لم يرد اسمك ضمن قوائم التعيين ولا بالقوائم الواردة إلينا من مكتب رئيس الوزراء. المواطنة إلهام سليم محمد: أختي، يتم ترويج طلبات التعيين ذوي الشهداء عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع حصراً. مشاهدينا الكرام، فقرات بريد البرنامج مستمرة بعد الفاصل. أهلا وسهلا بكم من جديد لتكملة بريد البرنامج. نائب عريف زياد عماد كاظم نجم العبودي: أخي الفاضل، أجابت معاونية الإدارة أنك غير مشمول بضوابط نقل الجرحى، تم إعاز إلى مديرية الخدمات الشخصية ورعاية المقاتلين لبيان صحة صدور كتاب مؤسسة الشهداء آنفا. المواطنة منال مخيف حمزة حول تعيين ابنك محمد عبد الرحمن إسماعيل: أختي، أجابت معاونية الإدارة بإمكان ابنك التقديم عن طريق نافذة الإلكترونية لوزارتنا عند الإعلان عن حملة تطوع جديدة إذا كان ضمن ضوابط التعيين وشروط التطوع لوزارتنا. عراقنا حبيبنا، سالم آمن، غانم معافى، نشم نسيمه العليل، ونرتوي من دجلة العذب وفراته الأصيل، فنحصن أنفسنا من كل هم وداء،
فالوقاية خير من الدواء. تستمر قيادة فرقة المشاة السادسة وتشكيلاتها بتنفيذ إجراءات أمنية مشددة من خلال تطبيق فرض حظر التجوال وانتشار القطاعات الأمنية، فضلا عن تدقيق العجلات والأشخاص المسموح لهم بالتجوال. تفاصيل في سياق التقرير الآتي. تماشيا مع الإجراءات المتخذة ضد فيروس كورونا والحد من انتشاره بين المواطنين، تواصل الأجهزة الأمنية في قيادة فرقة المشاة السادسة ضمن قاطع مسؤوليتها تطبيق إجراءات حظر التجوال وفق السياقات في السيطرات بكل مهنية ومراعاة للحالات الإنسانية، مع التأكيد على إجراءات الوقاية من الوباء. متواجدين هنا في السيطرة ونقوم بتسهيل مرور المواطنين، وفي وجود حالات إنسانية نقوم بتسهيل مرورها وإيصالها للمكان المراد بالتعاون مع بعض القطاعات الأمنية الموجودة في القاطع، وتوفير الأمن والحماية للمواطنين في فترة حظر التجوال وقبل فترة حظر التجوال. تعامل حسب الضوابط المعمول بها بانسيابية، وتعرف أنت يعني مثلا أيام الحظر أكو أشخاص يعني مستثنين من هذا الشيء، يعني الموظفين، الولادات مثلا، الحالات الإنسانية، المنتسبين فقط. المواطنون بدورهم أثنوا على الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الجيش العراقي في قيادة فرقة المشاة السادسة، مؤكدين في الوقت ذاته على التعاون الكبير في مواجهة هذا الفيروس. خلف الله عليهم، رايتهم بيضة وتعاون موجود، بس يعني الناس عندنا بالعامرين ملتزمين. بالعامرين ملتزمين ليش؟ لأنه القوات العسكرية مؤدية واجبها بصورة صحيحة ومحترمة المواطن، فالمواطن تدري أنت من يشوف احترام يعني يقدم كل خدمة يعني يجاوب بها الجهة الثانية، فلذلك احنا ممنونين منهم، يعني احنا جدا نشكرهم، وأهل المنطقة كلهم يحترموهم بصراحة. الإخوان يعني مو قدامهم، كلش مساعدين بالطبة والطلعة وبالحالات الأمنية بالمنطقة بشكل يعني كل يعني قبل من تخابرهم او تخابر الاسعاف او شيء، راسا تجي الاسعاف او قواتهم هم يعني كوش مساعدين في المنطقه. تستمر وزاره الدفاع في الالتزام بتطبيق اجراءات حظر التجوال وفق ما تقتضيه المرحله الراهنه من اجل الحفاظ على الصحه العامه وتوفير بيئه امنه وسليمه في كافه انحاء البلد. يقع على عاتق ابطال اللواء 29 التابع لفرقه المشاة السابعه مهام وواجبات كبيرة لتأمين قضاء هيت والمناطق المجاورة لها في محافظة الأنبار من خلال التعاون الأمني مع المواطنين. تفاصيل في سياق التقرير الآتي. ينفذ أبطال اللواء 29 التابع لقيادة فرقة المشاة السابعة في محافظة الأنبار سلسلة من الإجراءات الأمنية في قضاء هيت والمناطق المجاورة، وبذل قصارى جهودهم لتأمين قاطع المسؤولية وتفعيل الدور الاستخباري والتعاون مع المواطنين من أجل الحفاظ على المكتسبات الأمنية المتحققة في تلك المناطق بعد طرد المجاميع الإرهابية منها. لواء المشاة 29 هو يمسك بداية قاطع عمليات الجزيرة والبادية من بداية قضاء ناحية المحمدي، وقضاء هيت يعتبر من الأقضية المهمة استراتيجيا أو ثقافيا أيضا واقتصاديا بالمنطقة، ونعاهد مواطنينا وشعب الأنبار الكريم بإدامة واستمرار الأمن والأمان إن شاء الله، ونستمر بالتضحيات مهما كلفنا الأمر للانتصار على العصابات التكفيرية. لم تقتصر جهود منتسبي اللواء على إجراءات التفتيش في السيطرات وأخذ الحيطة والحذر، بل كان لرجال الفوج الثاني التابع للواء 29 فعاليات متنوعة في واجبات التفتيش والمداغمة، والتي أظهرت قدرة هؤلاء الأبطال على الاستعداد القتالي في مختلف الظروف. انفتاح مال الفوج الثاني لواء مشاة 29-33 خطي ابتداء من نهر الفرات باتجاه بحيرة الثرثار، ونعاهد الله والوطن أن نكون جنودا أوفياء والعين الساهرة لمواطنينا. وفي السياق ذاته نفذ الفوج الثالث عملية أمنية لتفتيش المنازل المتروكة في قاطع المسؤولية ضمن الإجراءات المتخذة لملاحقة ما تبقى من فلول داعش الإجرامي ورصد جميع التحركات التي تثير الشك. باشرت اليوم
قطاعات لواء المشاه 29 بإشراف من قبل السيد أمر اللواء المحترم بتنفيذ واجب بحث وتفتيش وتطهير مناطق مبنية ليلا، وكان الواجب جيد والحمد لله والنتائج جيدة. ويبقى رجال الجيش العراقي العيون الساهرة والدرع الحصين لأبناء العراق من الشمال إلى الجنوب، والذي يجمعهم حب العراق تحت راية الله أكبر، ليبقى هذا الجيش من الشعب وإلى الشعب. يعد نادي الجيش الرياضي من الأندية الرياضية العريقة والمتميزة لما سجله من حضور كبير وإحرازه مراكز متقدمة داخلية وخارجية في المحافل الرياضية المتنوعة. الزميل نصير البحار يسلط الضوء على جانب من مسيرة نادي الجيش الرياضي. ألعاب فردية وفرقية متنوعة تشكل بكل جدارة ومثابرة نادي الجيش العراقي، هذا النادي الذي يمثل بواسل العراق في المحافل الرياضية المحلية والخارجية، والذي كان له ولا زال دور كبير في تعزيز وإسناد الرياضة العراقية والمنتخبات والأندية الوطنية بالخبرة والمواهب والاحتراف. يعتبر نادي الجيش لجنة أولمبية مصغرة، حيث يشكل 28 لعبة أو 28 فريق في مختلف أنواع الألعاب. الحقيقة الفرق الرياضية عندنا كلها نتائج جيدة جدا، اعتبارا من فريق كرة اليد، المصارعة، الملاكمة، المبارزة، السباحة وإلى آخره. وعندنا أيضا مشاركات خارجية على مستوى الدول العربية، عندنا في الفروسية مشاركات فعالة، الجودو عندنا مشاركات فعالة ونتائج طيبة وجميلة. يعتبر نادي الجيش رافد إلى المنتخب الوطني، عندنا تقريبا ما يقارب 120 لاعب يمثلون المنتخبات الوطنية في كافة الألعاب، كرة اليد، المبارزة، السباحة، الجمناستيك، سكواش وإلى آخره. مراكز أولى وكؤوس ذهبية وفضية يضمها صفر نادي الجيش بألعابه 28، والتي حصدها على طول مسيرته الرياضية الحافلة بعناوين التميز والنجاح وبجهود المشرفين على أدائه والمنفذين لألعابه الجميلة. في نهاية 2019 وبداية 2020 اشتركنا بالساحة والميدان والمصارعة والملاكمة والجودو والمبارزة، وأحرزنا داخليا مراكز الأولى، وعدنا في الكويت حرزنا على المركز الثاني، وحصلنا أيضا على مراكز متقدمة بالجودو، وفي عمان بالفروسية عدنا لاعب بطل أيضا حصلنا على المركز الثاني، وفي مصر لعبة السكواش أيضا حصلنا على المركز الثاني. ويضم نادي الجيش الرياضي قسما خاصا لذوي الاحتياجات الخاصة، يتشكل من 6 ألعاب رياضية ونخبة من اللاعبين المحترفين الماهرين، والذين حصدوا المراكز المتقدمة في البطولات الرياضية داخل وخارج العراق. وقسم الاحتياجات الخاصة يتشكل من 6 فرق، اللي هي الأثقال، ساحة وميدان، السباحة، القوة البدنية، تنس الطاولة. وكانت لدينا طبعا مشاركات على المستوى البارالمبية ونتائج جيدة جدا، المركز الأول، المركز الثاني، عندنا المركز الثالث بكافة الألعاب. وأيضا كانت عندنا مشاركات خارجية مثل بطولة العالم اللي صارت في كندا، حيث كانت مشاركة فعالة ولنادي الجيش كانت ميداليات فضية وبرونزية وذهبية، وأيضا كانت مشاركة في كندا هم أيضا كانت مشاركات فعالة ونتائج جيدة جدا. أنا اللاعب مروان رياض إسماعيل، نادي الجيش الرياضي، فئة تنس الطاولة الرياضي. حددت عدة مشاركات داخلية، ومنها آخر بطولة 2020 أحرزت المركز الثاني. ويشهد نادي الجيش بناء وإعمارا يتضمن إضافة مرفقات حيوية رياضية جديدة إلى تشكيلة بنيته التحتية. مراحل إعمار نادي الجيش الرياضي تم التعاقد مع شركة لإعمار نادي الجيش الرياضي لرفض
لاعبين نادي الجيش الرياضي لمختلف فعاليات المنتخبات الوطنية. تم التعاقد مع الشركات لإعمار نادي الجيش الرياضي من قاعة متعددة الأغراض ومسبح أولمبي. ويستمر عطاء نادي الجيش الرياضي العراقي، ويستمر معه التألق والنجاح المقرون بالدعم الكبير من القادة والمسؤولين في وزارة الدفاع، وعلى رأسهم السيد وزير الدفاع رئيس الهيئة الإدارية لنادي الجيش. نصير البحار لبرنامج حماة العراق. أعزائنا المشاهدين، ضمن فقرة مواهب وابتكارات البواسل سنكون سوية مع أبطال صنف الاتصالات العسكرية، حيث تمكن منتسبو كتيبة اتصال المقر العام الثاني من تحوير أحد العجلات إلى منظومة اتصالات متكاملة تؤمن الاتصال للقادة والآمرين مع كافة القطعات العسكرية. تفاصيل أكثر مع الزميل علي سامي. جميع المحطات كيف تسمعني أجي من كتيبة اتصالات مقر العام الثاني باشا بالفحص اليومي. بجهود ذاتية وبفترة قياسية وبالتعاون مع مركز إدارة المنظومات، قامت كتيبة اتصال المقر العام الثانية بتحوير العجلات نوع السلفادور إلى منظومة اتصال متكاملة يتمكن من خلالها القادة والآمرين على تأمين الاتصال مع مقر وزارة الدفاع ومعاونية رئاسة أركان الجيش وبقية التشكيلات العسكرية. تقوم كتيبة اتصالات المقر العام الثانية بتأمين الاتصالات الفضائية والموجهة لمقر وزارة الدفاع ومعاوني رئاسة أركان الجيش، وبالتعاون مع مركز إدارة المنظومات بتحوير عجلات تكون إلى القادة والآمرين لتمكين والسيطرة على قطاعاتهم لتأمين الاتصالات بسرية تامة. تحتوي هذه المنظومة على اتصالات أقمار صناعية تم تطويرها بحيث يمكن نقل عدة خدمات عن طريقها، مثل شبكة الدفاع العراقية الIDN وجميع الأجهزة العاملة على ترددات UHF والVHF. هذا من شأنه يتيح للقادة والآمرين من إدارة قواطعهم وإدارة المعارك من قواطع العمليات بسهولة وسلاسة، حيث يمكن نقل المعلومات والمواقف عن طريق شبكة الدفاع المحلية والأجهزة التي تؤمنها هذه المنظومة. العجلة تحتوي على جهاز اللاسلكي وهاتف النقال ومنظومة IDN لإرسال البيانات، وسيتم تجهيز كافة الوحدات والفرق بهذه العجلة التي تمتاز بعمل متميز وكفاءة في الاتصال. دورنا التصميم والربط، احنا مهندسين تابعين إلى مركز ذات منظومات الاتصالات، نقوم بربط المنظومات وتأمين الاتصالات فيما بينها وإجراء التحوير الكامل على العجلة. هي منظومات خاصة بالجيش، يعني الألم آر والديام آر والسويتش وربط تليفون وحساب IDN. تم تحديث وتطوير المنظومة لنقل عدة خدمات عن طريقها، مثل الهاتف السيسكو وخدمة الانترنت العسكري IDN، وهذا التطوير يتيح للقادة والآمرين في إدارة المعركة وفي الخطوط الأمامية بكفاءة عالية وتحت سقف سري لضباط ومهندسين عملوا بروح الفريق الواحد، أثمر من إنشاء مركز عمليات متقدم يهدف لمواكبة التطور التكنولوجي الحاصل. من كتيبة اتصالات المقر العام الثانية، علي سامي، إعلام وزارة الدفاع. نفذت قيادة فرقة المشاة السابعة عملية استباقية في صحراء الأنبار، وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة العمليات التي تنفذها الفرقة لتطهير وتأمين المناطق الصحراوية من أجل ضمان عدم استغلالها من قبل التنظيمات الإرهابية. تفاصيل مع الزميل كرار الربيعي. ستنطلق عملية استباقية ستنفذها فرقة المشاة السابعة لتطهير عدد من المناطق الصحراوية. مشاهدينا الكرام تابعونا والتفاصيل.
باشرت قطاعات الفرقة السابعة من خلال لواء مشاة 27 والقطاعات الملحقة به والمتمثلة بحشد العشائري لمدينة البغدادي وحديثة، وبإسناد طيران جيش البطل لتفتيش منطقة وادي حوران كتفي الوادي للبحث والتفتيش عن بقايا داعش المتخبئة في الصحراء. احنا بالنسبة لنا قطعنا عهد بالنسبة للفرقة السابعة، العمليات مستمرة لا تتوقف لا بزمان ولا بمكان إن شاء الله. باشرت قطاعات لواء مشاة 27 وتم استلام الاوامر قادة الفرقه السابعه بتنفيذ واجب تطهير وادي حوران والمناطق المحيطه به من قاطع المسؤوليه. انطلقت عمليه فجر هذا اليوم بالتفتيش والبحث عن داعش ابتداء من وادي حوران الى منطقه الدور الموالي ومعاشر والحسينيات بالبحث عن فلول داعش ان وجدوا، وان شاء الله احنا قطعنا عهد عن انفسنا احنا ابناء العشائر المساند لقواتنا جيش الباس البطله ان نبقى سيف بتار بيدهم ضد هاي العصابات الإجرامية. تطهير المناطق الصحراوية وتأمينها يعني تأمين المدن، وهذا الأمر يحتم القيام بعمليات استباقية في المناطق الصحراوية. إعلام وزارة الدفاع كرار الرباعي، الأنبار. حياك يا جيش العراق يا خالدا طول الزمن، ستهز أوكار النفاق وتظل سورا للوطن. قلوبنا أرواحنا سيوفنا معك يا ذخرنا يا فخرنا للنصر نتبعك. لن تنثني رغم المصاعب والمحن، لن تنثني رغم المصاعب والمحن. مشاهدينا الكرام، نصل إلى نهاية فقرات برنامجنا لهذا الأسبوع. انتظرونا في الأسبوع القادم. إلى اللقاء.